عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. خلونا معاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها. مدوا أكثر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها. بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر. واضح الراء مرة ثانية. بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا كلا إن الإنسان ليطغى. إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى.
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى 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 أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى مع بعض ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية فليدع نادية سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب 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 واضح القلقلة واقترب واقترب جزاكم الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر شوف الهمزة إنا وضح الكسر فيها وبعدها النون المشددة أنزلناه نون ساكنة أتى بعدها زاي وحرف الزاي من أحرف الإخفاء فنقول أنزلناه نوضح كذلك الهمزة في أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة القدر شوف القاف المفخمة القاه القدر وكذلك الدال هنا ساكنة فإذا هي مقلقلة فنقول في ليلة القدر وما أدراك نفس الشيء قلقلة وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر شوف القلقلة في القدر ننبه عليها دائما القلقلة لأن الحرف الساكن هذا إذا ما تقلقل ما يبين لما نقول ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير شوف الخاء مفخمة خير من ألف شهر الإظهار هنا في كلمة من ألف شهر خير من ألف شهر لازم نبين الهمزة بعد النون الساكنة كذلك الهاء في شهر نوضح الهاء هنا شهر شهر ما تسرع فيها لازم تعطي كل حرف حقه ومستحقه تنزل الملائكة والروح فيها
الزاي من أحرف الصفير. تنزل الملائكة والروح فيها، ملائكة نوضح الهمزة مع كسرها، والروح فيها بإذن ربهم، شوف الكسرة نفس الشيء على الهمزة، بإذن ربهم من كل أمر، شوف الميم هني ومن كل الإخفاء أيضا، ربهم من كل أمر. لازم نوازن بين المقادير، سواء مقادير المدود أو مقادير الغنن. سلام هي حتى مطلع الفجر، مطلع شوف القلقلة، مطلع الفجر نفس الشيء الجيم، الفجر حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى، ما أقول سلام لا، سلام هي حتى مطلع الفجر. خلونا معا. من الأخطاء الشائعة في سورة العلق اقرأ، شوف القلقلة في كلمة اقرأ، كذلك خلق في رأس الآية، ننتبه أيضا للقلقلة لأنها تتكرر كثيرا في هذا الجزء. يعني الأكرم، هذه الكلمة كثير من الناس يخطئ فيها فيقول الأكرم، لا، اقرأ وربك الأكرم. الأكرم همس في الكاف، والكاف من أحرف الهمس، فحثه شخص سكت، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. ليطغى الطاء هني ننتبه لها، بعدها غين، فنوازن بين الطاء والغين في التفخيم، فنقول لا يطغى، لا يطغى. الطاء هني ساكنة قبلها فتح في مرتبة أدنى من الغين المفتوحة اللي بعدها ألف، فتكون الغين أقوى منها في التفخيم، فنقول لا يطغى، لا يطغى، مع أن أقوى الحروف الطاء. الرآه، الرآه، ما نقول الرأى، لا، الراء هني إذا كانت مفتوحة فهي مفخمة. الرآه مع التشديد، الرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى، ننتبه أيضا للجيم فيها القلقلة طبعا، إن إلى ربك الرجعى، الرجعى، الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، صلى، لا تقول صلى، صلى أو صلى، لا، صلى، صلى. رأيت إن كان على الهدى أو أمر، أمر، لا تقول أمر، أمر غلط، أمر، الراء بس هي المفخمة لكن الهمزة والميم مرققة. أو أمر، أو، أو غلط، أو أمر بالتقوى، بالتقوى، شوف القاف الساكنة فيها قلقلة. هني في ملاحظة أيضا من الأخطاء الشائعة أيضا، كلا لا تطعه، لا تطعه، في ناس يقولون كلا لا، كلا لا تطعه، تطعه ويحط على العين ضمة، كلا لا تطعه، تطعه، العين ساكنة. واسجد وقترب، القلقلة في الدال والقاف، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.